النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. نظمت ستارت اب بحرين مؤخرا النسخة الثامنة من سلسلة جولات ستارت اب بحرين بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية. تأتي هذه الفعالية كنسخة استثنائية من السلسلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. وخلال الفعالية عرضت 5 شركات ناشئة بحرينية مشاريعها وقدمت أفكارها التجارية المبتكرة أمام لجنة تحكيم متميزة تضم خبراء محليين وإقليميين. وتم الإعلان عن فوز شركة سين بالمركز الأول، والتي تقدم نموذج عمل فريد من نوعه يتماشى مع احتياجات السوق. قاعدين نشوف تطور في جودة المشاريع الريادية اللي قاعدة تعرض أفكارها في المسابقة، وقاعدين نشوف زيادة في مشاريع التكنولوجيا خصوصاً، والمشاريع اللي ممكن أنها تتوسع على مستوى إقليمي وعلى مستوى عالمي. وطبعاً لجان التحكيم المشاركة معنا أصبحت تتضمن مستثمرين من شركات عالمية يقدمون جلسات إرشادية للرواد الأعمال المشاركين في المسابقة ويستفيدون منهم، وطبعاً ممكن أنهم يستثمرون معاهم في فترة لاحقة. شركة سين إيكوميرس بلاتفورم تبيع المزادات الحية، نبتدين في البحرين في السعودية، بس الهدف أنه طبعاً نتوسع على نطاق الخليج كله، وتقريباً في 500,000 بايع حالياً احنا حابين أن نستهدفهم. غير ذلك طبعاً فوق 3 مليون مشتري، هذا ليه من الناس اللي يشتركون في المزادات، احنا هذولين الناس مستهدفينهم. هذه المسابقة طبعا يعني ممتازة لدعم المنصات الصغيرة والشركات الناشئة، ان تعطيهم جرانت ماني يعني مبلغ بلا مقابل، ان تضخم البزنس سواء كان يستثمره في الموظفين، في الماركتينج، في البرودكت. فهذا الشيء احنا نشوفه جدا شيء حلو موجود في البحرين بشكل شهري، انه يدعم المؤسسات الصغيرة والنامية. أعلنت صادرات البحرين انطلاق فعاليات أسبوع الصادرات التي تهدف بشكل أساسي إلى نشر الوعي بفرص التصدير وثقافته وإبراز الدعم المتاح للمصدرين للمؤسسات القائمة في البحرين، حيث يتضمن أسبوع الصادرات استعراض الحلول والخدمات المبتكرة والمصممة خصيصا لتتناسب مع احتياجات المصدر. كما ساهم أسبوع الصادرات في توجيه المؤسسات القائمة في المملكة في الاتجاه الصحيح نحو توسيع نطاق أعمالهم التجارية على المستوى العالمي، وذلك من خلال عدد من الورش التخصصية وحلقات نقاشية وحوارية مع عدد من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات. في البداية وبالنيابة عني وعن فريق صادرات البحرين حابين نشكر الحضور ونشكر الضيوف. الجلسة عبارة عن تجربة أبرز سيدات الأعمال في البحرين، الصعوبات اللي واجهوها وشلون بدوا تجربتهم في خوض السوق الدولي، وتعتبر هاي الورشة ضمن مجموعة من الورشات اللي أقامتها صادرات البحرين في أسبوع الصادرات اللي بدأت من أسبوع تقريبا. ومن خلال هالورشات حابين نوصل لأكبر شريحة من رائدات الأعمال ونوصلهم للعالمية بإذن الله. طبعا احنا اليوم هني موجودين للتحدث عن تجربة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، وتجربتنا مع صادرات البحرين كشريك سهل عملياتنا في عملية التصدير. طبعا ريادة الأعمال في مملكة البحرين تملك قاعدة خصبة جدا في تأسيس وتأهيل ريادة الأعمال لجميع الفئات سواء كانوا سيدات أو رجال، ولكن نحن محظوظين أن نحن في مملكة البحرين نحصل على دعم كبير من قبل المجلس الأعلى للمرأة في تسهيل عملياتنا، في تسهيل دخولنا إلى الأسواق الاقتصادية، بالإضافة مع دعم تمكين طبعا في تسهيل مثل كل هذه العمليات. تجربتنا مع صادرات البحرين كانت تجربة جدا مهمة، لأن هي فتحت لنا أسواق سواء كان في منطقة الخليج أو حتى في منطقة اللي هو الدول الأوروبية.
تلعب الملكية الفكرية دورا هاما في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات بالنسبة للدول، حيث أنها تعزز الابتكار وتقوم بحماية حقوق المبتكرين والمبدعين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا في الاستديو الأستاذة أسماء النجدي، مؤسس ورئيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية. مرحبا بك أستاذة أسماء في النشرة الاقتصادية. مرحبا أستاذة ريم، سعيدة بتواجدي معكم في النشرة الاقتصادية اليوم. ونحن أسعد. بداية، لو تحدثينا حول أبرز جهود الجمعية في نشر الوعي فيما يخص الملكية الفكرية محليا. الجمعية البحرينية للملكية الفكرية تسعى لبناء الوعي من خلال عدة مسارات. نعم. على المستوى المحلي، فإحنا نقوم بفعاليات وندوات استفاد منها أكثر من 500 شخص على المستوى المحلي، وأيضا نقوم بعمل جلسات شاي، وهي اللي يتم فيها استضافة خبراء ومهتمين في مجال الملكية الفكرية. نعم. والتحدث في مواضيع تتعلق بالملكية الفكرية، ونجاوب فيها على جميع الأسئلة. وأيضا عندنا استشارات مجانية بتوجيه وطريقة حفظ الحقوق. كيف يمكن للحماية القوية للملكية الفكرية أن تسهم في جذب الاستثمار وتعزيز الابتكار بالنسبة للدول؟ طبعا الملكية الفكرية هي أساس الاقتصاد، فإذا كان في البلد قوة حماية للملكية الفكرية فالمستثمرين يؤمنون بأن حقوقهم محفوظة، وذلك يجذب المستثمرين للبلد نفسه. في المقابل إذا انعدم حماية الملكية الفكرية، انعدمت في الدولة، فإن أكيد ما بيكون في جذب للمستثمرين. ماذا عن القطاعين العام والخاص؟ كيف يمكنهم العمل معا لتعزيز التوعية بأهمية الملكية الفكرية؟ جميع القطاعات هي مهمة، سواء عامة خاصة أو حتى غير ربحية في مجال الملكية الفكرية. فأفكار الموظفين مثلا وحمايتها، أفكارهم الإبداعية وحماية أفكار الموظفين ونسبها لأصحابها، تخلق بيئة عادلة وبيئة تعزز من الابتكار في الدولة، وتأثر مو بس على المنشأة نفسها، تأثر على المملكة بشكل كبير. وأيضا هم دورهم في التوعية من خلال تسجيل الموظفين في دورات معنية بالملكية الفكرية، وأيضا استضافة مؤثرين في التفكير الإبداعي، وهي فعلا ممارسات بسيطة ولكن لها الأثر العظيم. وبالمناسبة مملكة البحرين تقدمت 5 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي، وإحنا سعيدين طبعا بهذا الإنجاز البحريني العظيم. جميل جدا. مؤخرا نظمتم المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ما هي أبرز مخرجات هذا المؤتمر؟ المؤتمر الخليجي الأول بعنوان سياسات الملكية الفكرية التجارب والدروس، خرجنا منه بعدة توصيات، أهمها رفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وأيضا رفع مستوى المؤسسات العاملة في مجال الملكية الفكرية بهدف تحسين المستوى وتطويره، وأيضا إنشاء مسرعات ابتكار خليجي مشترك، والعديد من التوصيات أيضا، وهذه أهمها. بالتأكيد. الأستاذة أسماء النجدي، شكرا جزيلا على حضورك. شاكرة استضافتكم. شكرا. ترأس الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا علي البقالي وفد الشركة المشارك في المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم عربال، الذي تستضيفه شركة معادن في العاصمة السعودية الرياض. وفي إطار جلسات مؤتمر عربال 2023، شارك البقالي كأحد المتحدثين في لجنة نقاش الرؤساء التنفيذيين للمصاهر العربية تحت عنوان التحديات الحالية والفرص المستقبلية. ومنذ انطلاقته في عام 1983، شكل مؤتمر عربال منصة هامة تجمع بين قادة الصناعة للتواصل وبحث مجالات التعاون من أجل دفع عجلة التقدم التقني والابتكار في قطاع الألمنيوم.